احنا عارفين ان تقريبا اكبر مغامره عملتيها في حياتك هي الاشتراك في البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب. احكي لنا بقى عن المغامره دي. دي احلى مغامره عملتها في حياتي الحقيقه، يعني بشوف ان دي من احلى الحاجات اللي انا عملتها وسعيده بيها وغيرت حياتي بصراحه للاحلى. انا انضميت للدفعه الثالثه من البرنامج الرئاسي، وانا داخله التجربه دي الحقيقه كان هدفي ان انا عايزه اكون علاقات، اتعرف على ناس مختلفه من محافظات مصر المختلفه. الحقيقه ان انا لقيت ده ولقيت اكتر من كده كمان، يعني لقيت نفسي بشارك في تنظيم مؤتمرات الشباب ومنتديات شباب العالم بنسخها المختلفه، لقيت نفسي قريبه قوي من حاجات كتيره بتحصل وشايفاها عن قرب، غير بقى الناس الجميله اللي انا كسبتهم يعني اخوات واصدقاء. والحقيقة أنه بالنسبة لي ده كان من أحلى الفرص اللي أنا أخدتها أني أبقى ضمن شباب البرنامج الرئاسي.